بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أرحب بالإخوة حفظة القرآن، ونسأل الله أن يحشرهم مع القرآن، وأن يوفقنا جميعا لخدمة القرآن ولتطبيق القرآن. نتكلم حول موضوعين. الموضوع الأول حول العراق، والموضوع الثاني حول الإخوة وعملهم بالنسبة إلى تطبيق القرآن الحكيم. أما الموضوع الأول فمن الضروري أن نعرف، وأنتم كلكم عراقيون، أنه يجب أن يكون عراق المستقبل إسلاميا أكثريا تعدديا عشائريا. أما أنه يجب أن يكون عراق المستقبل إسلاميا، لأن العراق بلد الإسلام، ومن زمان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكذلك قبله كان العراق إسلاميا. في السنة 12 من الهجرة المباركة العراق صارت إسلامية وانضوت تحت لواء الإسلام، فلازم أن يكون الحكم في العراق إسلاميا، يعني قوانين القرآن الحكيم، قوانين الرسول العظيم، القوانين التابعة لقوانين الإسلام، إسلاميا أكثريا. أكثر أهل العراق ما هو مذهبهم، يجب أن يكون الحكم على ذلك المذهب، يعني رئيس الجمهور، رئيس الوزراء، السفراء، النواب، الإذاعة، التلفزيون، الأوقاف، المدارس، الموظفون، كلهم على لون الأكثرية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم للأكثرية، أمرهم شورى بينهم. شورى يعني الأكثرية. إذا كان هناك أكثرية وأقلية فلازم أن يكون الحكم أكثرية وتابعا للأكثرية. والعالم بعد الإسلام بقرون عرف هذه الحقيقة، ولهذا الآن في العالم الديمقراطي الحكم تابع للأكثرية، فالأكثرية هم الذين يجب أن يحكموا البلاد، مع العلم أن حقوق الأقلية يجب أن تراعى أيضا، لأن كل إنسان له حقه وحقوقه. إسلاميا أكثريا تعددية. أحزاب حرة في العراق تتنافس على الحكم تنافسا شرعيا، مو تنافسا جاهليا. لهم مراكزهم الانتخابية، ولهم مؤسساتهم الدستورية، وكل 4 سنوات أو أقل أو أكثر تكون هنالك انتخابات حرة، وهذه الانتخابات الحرة تأتي بالرئيس الأعلى للدولة على حسب القوانين الإسلامية. وأول من جاء بالأكثرية والانتخابات الحرة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى النبي والإمام المعصوم هذا معين من عند الله، لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. أما بالنسبة إلى التطبيقات يجب أن تكون حسب الانتخابات الحرة. وفي كلام علي عليه الصلاة والسلام يقول أن يختاروا في حديث، وفي كلام الرسول بهذا النص أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع. كان أحزاب في المدينة المنورة في زمان الرسول، فكان حزبان يتراميان. لما مر الرسول عليهما قال كل حزب يا رسول الله كن معنا في الرمي، فقال الرسول أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع، يعني هذا الحزب. الحزب الآخر قال فنحن لا نترامى، لأن الحزب الذي فيه رسول الله قطعا يتغلب. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني أرامي مرة مع هذا الحزب ومرة مع هذا الحزب. هذا الحديث ذكره أعاظم فقهائنا في كتاب السبق والرماية من الكتب الفقهية. هذا الحديث موجود في مسالك الشهيد صاحب شرح اللمعة، وفي جامع المقاصد للمحقق الكراكي، وفي الجواهر للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر المعروف. كلهم وغيرهم ذكروا هذا الحديث في كتاب السبق والرماية من الفقه. فلازم أن يكون العراق في المستقبل أحزابيا. الآن مشكلة العراق مشكلة الاستبداد، ومن الواضح أن الاستبداد كما قال علي عليه الصلاة والسلام المستبد يهلك ويهلك، هذا مضمون كلام علي. أما نصه قوله عليه الصلاة والسلام يقول من استبد برأيه هلك، وهذا شيء طبيعي. فلازم أن يكون في العراق تعدد الأحزاب الحرة والانتخابات الحرة والمؤسسات الدستورية. هذا الثالث. الرابع يجب أن يكون العراق عشائريا، لأن العشائر جمعية كبيرة في العراق لهم دورهم المشرف قديما وحديثا، وهم أصحاب فتوة وشخصية وإيمان وفضيلة وتقوى وجهاد. وكلكم سمعتم بثورة 20 التي بنيت على أكتاف العلماء من جانب وعلى أكتاف العشائر من جانب ثان. العلماء وجهوا العشائر فحاربوا الغربيين وأخرجوهم عن البلاد. فلازم أن يكون الحكم في العراق في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى إسلاميا أكثريا تعدديا عشائريا، وهذا ما تتمكنون أن تنشروه أنتم بلسانكم بقلمكم في اجتماعاتكم في منابركم في لقاءاتكم الفردية وفي سائر شؤونكم. هذه هي الكلمة الأولى. أما الكلمة الثانية بالنسبة إلى صفاتكم أنتم، وأنتم بحمد الله كلكم شباب عراقيون متدينون مؤمنون أصحاب فضيلة وتقوى. يجب علينا جميعا أنا وأنتم أن نكون بهذه الصفات. التقوى أولا، الأخلاق الطيبة ثانيا. ثالثا أن نكون خادمين للناس، نخدم الناس. ورابعا نلتف حول القرآن. أما تفسير هذه الكلمة الثانية، التقوى يعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى، يعني إنسان سمعه بصره لسانه أنفه يده رجله بطنه جنسه فكره كلها موجهة حسب التوجيه الإلهي سبحانه وتعالى، لأن كل انحراف عن طريق الله يوجب العطب ويوجب الهلاك ويوجب المفسدة في الدنيا وفي الآخرة. وكل شيء بأمر الله وبإرادة الله، العزة من الله والذلة من الله والغنى من الله والفقر من الله والمرض من الله والصحة من الله، وكل شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الكل من الله. وكما يقول أحد علمائنا وهو الحاج السبزواري: أزمة الأمور طرا بيده. طرا يعني كلا، والكل مستمدة من مدده. في قصة مشهورة، المتوكل العباسي كان يستهين ويستهزئ بالإمام أمير المؤمنين، فدخل عليه ولده المستنصر مع جماعة من الغلمان الأتراك وقطعوه بسيوفهم قطعة قطعة جزاء لأعماله المشينة، وما علينا الآن بأعماله. في الصباح جلس المستنصر على أريكة الخلافة، الولد القاتل لأبيه، الأب المجرم المعروف، ثم قال لجلاوزته لأنهم قطعوا المتوكل قطعة قطعة في غرفته، قال: اجمعوا القطع. فجمعوا القطع فرأوا أن القطع 10. المستنصر قال: لا، القطع أكثر من هذا، قطعة واحدة فاتت عنكم، لا قطعة أخرى. فأخذوا يفتشون في الغرفة، والغرفة غرفة كبيرة ولها بحر كبير، أخذوا يفتشون في الغرفة هنا وهناك وهناك وهناك، والغرفة ملطخة بالدماء، فلم يجدوا إلا 10 أجزاء. قالوا: أيها الخليفة، أيها المستنصر، ليست في الغرفة إلا 10. قال: فتشوا. فتشوا دقيقا، وإذا بهم يرون قطعة صغيرة من أذن المتوكل في مكان بعيد من الغرفة وتحت كرسي من الكراسي. وجاءوا بالقطعة إلى المستنصر، تعجبوا: من أين قلت 11 قطعة؟ قال: إني رأيت عليا أمير المؤمنين البارحة قبل أن نقتل المتوكل، فرأيته أخذ سيفا وضرب المتوكل أبي 11 مرة، فعلمت أن القطع 11. الأمور كلها بيد الله، يعني أنه إذا ما كان علي يضرب المتوكل، وكما جاء في منام المستنصر بالسياط، ما كان المتوكل يقتل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كل شيء بيد الله، فلازم علينا أن نتقي الله في حركاتنا، في سكناتنا، في كل أمورنا المرتبطة بكل حواسنا. هذا التقوى. والذي يتقي الله، الله يجعل له من المشاكل المخرج، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأخلاق الطيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي له خلق حسن أخيرا يدخل الجنة، والذي له الخلق السيء أخيرا يدخل النار. وإن كان في ظاهره مؤمن متقي لكن أخلاقه سيئة، إنه في أخيره يدخل النار، لأن أخلاقه السيئة تجره إلى النار، وصاحب الأخلاق الحسنة أخلاقه الحسنة تجره إلى الجنة. أما السباب والعصبية والاستهتار والهمز واللمز والطعن والاستهزاء فليست من أخلاق المؤمنين. ويل لكل همزة لمزة، وما أشبه ذلك من الآيات والروايات. أخلاق الإنسان يجب أن تكون دائما طيبة. أحد أصحاب رسول الله واسمه سعد من الشباب توفي، الرسول شيعه والرسول أقبره بنفسه. الرسول دخل القبر ووضع وجه سعد على التراب. لما خرج الرسول أم سعد حاضرة، قالت: يا سعد هنيئا لك الجنة. الرسول قال لها تعليما لنا: يا أم سعد لا تحتمي على الله الجنة. قالت: كيف يا رسول الله؟ إنه صائم مصل قائم مجاهد، وأنت شيعته وشيعه الملائكة كما قلت. قال: نعم، إن القبر قد ضمه وضغط عليه ضغطة شديدة. ولماذا يا رسول الله؟ قال: لأنه كان في أخلاقه سوء مع عائلته. دائما يجب على الإنسان أن يتذكر هذه القصة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها، وأن يكون لها أخلاق حسنة مع الأم، مع الأب، مع الزوجة، مع الإخوان والأخوات، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، مع الجيران، وإلى آخره. التقوى، الأخلاق. الثالث خدمة الناس. الإنسان كلما يتمكن يجب عليه أن يخدم الناس بلسانه، بماله، بمخابرته، يذهب إلى المرضى وبكل إمكانياته. بعد أيام قلائل كلنا نحمل إلى القبور، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وفي ذلك اليوم لا نتمكن على قول علي عليه الصلاة والسلام أن نزيد حسنة وأن نحط عن سيئة. ما دام نتمكن نخدم الناس بكل ألوان الخدمة حسب إمكانياتنا. والله سبحانه وتعالى بحسب الإمكانيات التي أتاحها لنا نريد الخدمة منا. إسحاق بن عمار شاب من شباب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهو من تلاميذ الإمام. ذات يوم قال له الإمام الصادق: يا عمار، ماذا فعلت؟ إن موتك مرتين حضر، وإن الله دفع عنك الموت مرتين وزاد في عمرك 30 سنة. قال يا ابن رسول الله أنا تعرفني إنسان عادي، إنسان كاسب عادي، هو كاسب في وقت كسبه، ويأتي إلى درس الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وحلقة الإمام في المسجد أو في البيت. قال إنك تعلم أني مؤمن عادي، أصلي وأصوم وهذه الأعمال العادية. قال لا، هل لك عمل آخر؟ قال نعم يا ابن رسول الله، إني أكتسب في كل يوم درهمين، ولي عمة فقيرة وخالة فقيرة، فأبذل كل يوم هذين الدرهمين، درهم إلى عمتي ودرهم إلى خالتي، كأنه تعليق مني. كان هذا الولد في بيت والده فلا يحتاج للمأكل والمشرب والملبس، لأن والده كان هو المتكفل لشؤونه البيتية، فكان الدرهمان يبذلهما لعمته ولخالته. قال الإمام الصادق نعم، إن بسبب هذا العمل دفع الله عنك الموت مرتين وزاد في عمرك 30 سنة. خدمة الناس لها آثار دنيوية ولها آثار أخروية ولها آثار في القبر، والروايات حول هذا الشيء متعددة وكثيرة. هذا الشيء الثالث، التقوى، الأخلاق، خدمة الناس. الرابع عبارة عن الالتزام بالقرآن قراءة وعملا وشرحا وتفسيرا ونشرا وما إلى ذلك. أنتم إن شاء الله من حملة القرآن ومن أصحاب القرآن، يجب علينا أن نهتم بنشر القرآن في المجتمع. لنفرض في قم وأنتم في قم في هذا الشهر المبارك المقبل يجب علينا أن نعقد 1000 مجلس لقراءة القرآن، و1000 مجلس قليل، لأن قم كما يقولون يحتوي على 1 مليون وأكثر من 1.5 مليون من الناس بمختلف طبقاتهم وخصوصياتهم وأعراقهم وطوائفهم وألسنتهم. 1000 مجلس قرآن في قم. لنفرض الآن أنتم 200، كل واحد منكم يهتم لعقد 5 مجالس في المساجد، في الحسينيات، في المؤسسات الأخرى، في المدارس، في الصحن الشريف، في الحرم الشريف وإلى آخره. فلازم علينا أن نحترم القرآن احتراما بالغا بكل شؤوننا. والدي الله يرحمه كان يقول إنسانا كان ذهب إلى الصيد، أظنه في سامراء، في صحراء سامراء، ذهب إلى الصيد، رأى من بعيد شبحا ظنه حيوانا، وجه بندقيته إلى ذلك الشبح البعيد جدا عنه، رأى شبحا يدب فظنه حيوانا، أراد أن يطلق عليه الرصاص، الرصاص ما انطلق، تعجب، وجه فوهة البندقة إلى جانب آخر، أطلق الرصاص، أطلق مرة ثانية، وجه فوهة البندقية إلى ذلك الشبح، أراد إطلاق الرصاص، ما أطلق، وجه فوهة البندقية إلى جانب آخر، مثلا في الأول جانب اليمين والثاني في جانب الشمال، أطلق الرصاص، أطلق. كم مرة عمل هذا العمل إلى نحو الشبح؟ لا يطلق. إلى نحو اليمين واليسار يطلق. تعجب، ذهب أنه يرى لماذا هذا الشيء، تقدم تقدم تقدم، وإذا به يرى أنه إنسان وليس حيوان، زاد تعجبه، ذهب إليه شاف إنسان عادي جاي يمشي مثلا في بعد قصة فرسخ أو أكثر أو أقل، قال له القصة، قال: ما قصتك أنت أيها الرجل؟ فإني كلما وجهت قوهة بندقيتي إليك لم ينطلق الرصاص، أوجه الفوهة إلى اليمين واليسار والخلف ينطلق الرصاص. قال: السبب إني حافظ للقرآن ذلك الشبح. ببركة حفظه للقرآن الله عصمه من إصابة البندقية إليه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والروايات حول القرآن كثيرة، وأنتم كثيرا ما سمعتم بها ولعلكم قرأتموها، وإن شاء الله في المستقبل تكتبونها في كتاباتكم وتأليفاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا بقبول حسن، وأن ينبتنا جميعا نباتا حسنا، وأن نكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.